كثيرا ما وردت مطالبات في عدد من الدول العربية بحظر تيك توك لما فيه من محتوى جدلي وتحديات مميتة. في الأردن جاءت أحداث ارتفاع الأسعار ودبت الفوضى فيها لتكون سببا لتلبية هذا الطلب لمن يتمنى، إذ حظرت السلطات والتطبيق في ديسمبر الماضي بعدما رأت أنه أساء التعامل مع الفيديوهات التي تحرض على الفوضى خلال احتجاجات ارتفاع أسعار المحروقات، وتصدر الأمر حينها الجدل والترندات على السوشيال ميديا. في هذا الإطار اليوم وبعد مرور شهر على قرار الحظر، عاد الجدال حول السماح بوجود التطبيق من عدمه، بعدما أعلنت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك أنها تجري محادثات مع السلطات الأردنية لرفع الحظر، وقالت في بيان أصدرته إنها تأمل في أن تمكنهم هذه المحادثات من الوصول إلى قرار يسمح بعودة المنصة من أجل الملايين من صناع المحتوى. أما الكلمة المفتاحية التي أثارت الجدل في بيان المنصة الصينية كانت وعدها باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك القواعد الاجتماعية وإزالة أي محتوى مخالف بشكل صارم واستباقي، وهو ما فتح الباب لكثير من النقاشات بين مؤيد ومعارض لمصداقية التطبيق. سنقرأ لكم بعضا منها، وسنبدأ من تعليق كتبه أحد المدونين، هو عبد الله الذي قال معلقا على هذا الموضوع: بلى منه تطبيق يقل من التربية، 90% منهم مراهقون في حالة ضياع وتقليد على حساب سمعتهم، وبعضهم بيلم فلوس من وراء التفاهات وتأثيرهم سلبي جدا على الأطفال والمراهقين، لازم يظل ممنوع ومحظور. أما حنان فكانت مؤيدة لعودة تيك توك وقالت: اللي بيتمنوا أنه يلتغي البرنامج ياريت تطالبوا بحظر باقي الأشياء المدمرة للمجتمع، مش طالبوا بحظر برنامج عم يسترزقوا منه الناس الهمالة اللي على تيك توك للي بدور عليها. الزعبي علق بنفس الرأي وقال: بتلاقي ناس بتقولك لا ترجعوا التطبيق وهم منزلين VPN، وإذا رجعت الحكومة تطبيق هم أول ناس بيستخدموه. إذا أنت بتتابع إشي تافه أو عاطل رح يطلع لك أشياء عاطلة، وإذا أنت بتتابع إشي مليح بيطلع لك إشي مليح. ما الفلسفة هاي؟ فكك منها. اختار رامز، أو أخيرا رامز تحدث في العموم وقال: الناس مش عاجبها تيك توك وبدهاش يرجع لأنه محتوى تافه، مع أنه هي الناس نفسها طول نهارها بتسب تتنمر على الناس عن طريق الفيسبوك، ازدواجية معايير تفوق الخيال. هكذا ختم رامز تعليقه على هذا الموضوع. معنا من عمان الكاتب الصحفي للمزيد من الحديث حول هذا الجدل بخصوص تيك توك، سيد يزن خواص. سيد يزن، أهلا وسهلا بك معنا. تيك توك لا يفارقه الجدل منذ بدأ وانتشر في العالم، اليوم بعد شهر من حظره في الأردن تحاول المنصة رفع الحظر بينما يشتعل الجدل بين مطالبة بعودته وأخرى تطالب بإبقائه خارج البلاد. ما هو الموقف في الأردن بالنسبة لهذا التطبيق؟ يعني في البداية سيدتي لابد الإشارة أن الأردن ليست الدولة الأولى أو الوحيدة التي حظرت هذا التطبيق، يعني قبل بضعة أسابيع هناك حظر في 19 ولاية أمريكية، وقبل عامين تم الحظر في باكستان وفي أندونيسيا، وأن اختلفت العادات والتقاليد في كل مجتمعات وفي يعني البنية التكنولوجية. ويعني لنكون واضحين أن هذا فضاء عالمي، وأن إذا أغلقنا التيك توك فهناك مئات يعني البدائل، لكن عندما نناقش المحتوى نناقش أن نسمح بفيديوهات تمس الحياة الاجتماعية تسبب مشاكل أسرية، هنا نقع بالمحظورات. كما أشرت في بيان شركة تيك توك عن حذف أكثر من 300,000 فيديو دون أن يتم مشاهدتها، يعني وهنا يعني من حقنا أن نسأل لماذا لم تقم الشركة بحذف هذه الفيديوهات في السابق؟ لماذا لم تضف أن تتخذ الدولة قرارا في الحجب، ومن ثم نبدأ ونقول نحن نحجب هذه الفيديوهات؟ بلا شك أن هذه
الفيديوهات قد نجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حجم الخطورة في تطبيق التيك توك وهذه إحصائيات متواجدة لدى الجميع هو أن من يستخدم هذه الوسائل هذه الوسيلة هم فئة الأطفال وهم القاصرين، فبالتالي هل نحن نسمح باستمرار هذا الانفلات ام اننا نجد السماح من عدمه رادع معين؟ سيد يزن، نعم، هل هو مسؤولية تيك توك؟ يعني ما هي مسؤولية التطبيق بالنسبة للمقاطع او المحتوى المنشور عبرها والذي يدعو في بعض الاحيان الى العنف او الى إثارة الفوضى والذي كان سبب في حظر التطبيق في الأردن على سبيل المثال؟ نعم، يعني دائما سياسة الخصوصية التي تقوم يعني مواقع التواصل الاجتماعي بتعديلها باستمرار، وهناك مواقع كثيرة شهيرة مثل فيسبوك كل شهر تقوم بتعديل سياسة الخصوصية الخاصة بعد اكتشاف أي خلل أو أي مشكلة أو أي حدث. تطبيق بحجم التيك توك اليوم وهو يشاهد الأطفال، يعني هل من المعقول أن أشاهد فيديو لطفلة تقوم مثلا بوضع طنجرة على رأسها لتحظى بملايين المشاهدة؟ يعني نجحت في الفيديو وحققت الغاية في ما تريد. وهنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تدفع للمستخدم الذي يعني يحصل على العديد من المشاهدات كنوع من أنواع الدعم، فبالتالي يبدأ الإبداع ويبدأ البحث عن أفكار ومحتوى. ولكن هذا ما كنت أتساءل عنه، تقبل الأسرة نعم أو المجتمع؟ هذا بالضبط ما كنت أتساءل عنه سيد نعم يزن، لأنه هل تتربح الشركات المالكة من منصات أو المالكة للتطبيقات التواصل الاجتماعي من هذه المقاطع التي نعتبرها غير ملائمة؟ هل هذا يعتبر ربح مادي بالنسبة لهم؟ بلا شك على مدى الخطط الاستراتيجية، ونحن نعلم أن الشركة يعني هي تملكها الصين، يعني هذا الشيء يتعلق في استراتيجيات الشركة وطموحها فيما بعد في توسعة الإعلانات الخاصة بها. لكن اليوم عندما تقوم بإعلان سياسي واضحة مقابل كل مليون مشاهدة أدفع لك هذا المبلغ، بالتالي الأطفال الشباب وحتى كبار العمر سيبحثون على الإبداع ومصطلح الإبداع بالنسبة للمحتوى الموجود هو غير ملائم، هذا لا يسمى إبداع، هذا يسمى في بعض الأحيان نشاهد جرائم على هذا التطبيق. أنا لا أريد أن أنتقد التطبيق بقدر ما أريد أن أنتقد المحتوى وسرعة يعني حذف المادة. لماذا باقي وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بحذف أي شيء؟ وصلت لماذا الفكرة، فقط شكرا جزيلا. نواجه هذه المشكلة في تطبيق التيك توك؟ إذن يعني سيستمر الجدل بخصوص هذا الموضوع. أشكرك جزيلا من عمان، عذرني على المقاطعة فقط لأن وقت هذه الفقرة للأسف انتهى. الكاتب الصحفي يزن خواص، شكرا جزيلا لوجودك معنا.